انضم الينا من موسكو عبر الهاتف السيد يفجيني زيدروف الباحث السياسي. اهلا بك سيد يفجيني على شاشه الغد. السعي لاستعمار جديد، هكذا اتهمت روسيا الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه، كيف نفسر هذه الاتهامات وعلى اي اساس بنيت؟ هذه الاتهامات طبعا مرتبطه بشكل او اخر مثل يعني تقريبا كل التطورات على الساحه العالميه بالازمه المحيطه باوكرانيا. واضح تماما أن روسيا تريد الآن التركيز على علاقاتها مع الدول الإفريقية ومن بينها مالي التي تخلصت برأي موسكو من السيطرة والهيمنة الفرنسية، ولكن كانت هناك منذ 10 أيام تقريبا محاولة انقلاب عسكري، فشلت هذه المحاولة. روسيا الآن تسرع في يعني استعراض ودعم تأييدها للسلطات سلطات مالي، وبالتالي هذا ما يفسر التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي فيما يتعلق بالتعاون بين موسكو وباماكو. وهذا يعني أن روسيا الآن أصبحت تركز على علاقاتها مع دول سميت في الماضي دول العالم الثالث أو دول النامي، ومن بينها الدول الإفريقية والأسيوية بعد تدهور قوي في علاقاتها مع الدول الغربية. طيب سيد سيدروف، ما الذي يخشاه الاتحاد الأوروبي من هذه الخطوات الروسية برأيكم في القارة الإفريقية وخاصة فرنسا؟ الذي تخشى منه فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي أن تسيطر روسيا على عددا من البلدان ربما المهمة بالنسبة لها في القارة الإفريقية، وأن يكون لدى موسكو دور كبير في تطوير التعاون مع هذه البلدان في شتى المجالات منها العسكرية. فالعلاقات والتعاون العسكري كان دائما موضع خلاف شديد بين روسيا من جهة ودول الغربية من جهة أخرى، لا سيما فيما يتعلق بعلاقاتها مع دول إفريقيا ودول آسيا. وهذا يعني أن روسيا الآن ربما تريد أن تستبق الأمور وهي تسرع في إقامة التعاون الوثيق مع مالي وربما مع دول إفريقية أخرى، لا سيما يعني هل هذا يعني يمكننا أن نطلق عليه تحالف استراتيجي روسي جديد في القارة السمراء؟ نعم، وهناك تأكيد آخر على ذلك وهو الإعداد لقمة روسيا إفريقيا وهي القمة الثانية. القمة الأولى كانت منذ 3 سنوات في مدينة سوتشي، القمة الثانية من المقرر أن تنعقد في هذه السنة ربما في نهاية هذه السنة في روسيا أيضا. وهذا يعني أن روسيا أخذت نهجا راميا إلى تطوير العلاقات مع دول القارة السمراء. طيب، وزير الخارجية الروسي لافروف قال بأن روسيا ستواصل بدعم مالي في حربها ضد الإرهاب، يعني برأيكم طبيعة هذا الدعم؟ طبيعة هذا الدعم برأيي ربما سوف تتمثل في المزيد من المساعدات العسكرية وتدريب عناصر الجيش المالي، وربما أيضا بيع الأسلحة الروسية إلى مالي بأسعار ربما تشجيعية لجذب طبعا هذه الدولة وربما حثها على توطيد التعاون مع روسيا، وهذا لمواجهة الدول الغربية التي تسعى يعني تهميش دور روسيا عموما في القضايا العالمية وخاصة في علاقاتها مع الدول الإفريقية. طيب، يعني شكل هذا الدعم يعني والوجود العسكري الروسي، نعم، أتحدث عن شكل وطبيعة هذا الدعم العسكري هنا بالتحديد سيدي فيجيني. الدعم العسكري ربما سيتمثل ليس فقط في امتداد الأسلحة والإعداد الحربي، وإنما في تدريب عناصر الجيش المالي كما قلت من قبل المدربين الروس، وهم بطبيعة الحال يسعون لنقل التجربة العسكرية الروسية إلى هذه الدولة، وربما هذا ما يعيد إلى الأذهان تعاون الاتحاد السوفيتي السابق مع دول آسيا وإفريقيا في المجالات العسكرية. وطبعا هناك فارق كبير بين العلاقات الروسية الإفريقية
في عهد الاتحاد السوفيتي وبينما هو عليه الآن، لأن روسيا الآن تسترشد وتنطلق من مصالح براغماتية في إقامة وتطوير تعاون مع هذه الدول، بخلاف الاتحاد السوفيتي السابق الذي قدم مساعدات بلا مقابل إلى الدول الإفريقية والآسيوية. السيد يفغيني سيدوروف الباحث السياسي كنت معنا من موسكو عبر الهاتف، شكرا جزيلا.